ملتقى لنستفيد ونفيد بعضنا من بعض المعلومات المتعلقة بالقانون، خصوصا النظرية العامة للعقد، وكذلك قانون الضبط الاقتصادي والمنافسة. إذا بدون إطالة، إذا كما نعرف فإن نظرية العقد في الماضية كانت تقوم على الحرية المطلقة لإرادة المتعاقدين، سواء من حيث إنشاء العقد أو من حيث الآثار الناتجة عنه، وهذا كان خصوصا في ظل الدولة الحارسة، أين كانت الدولة شغلة، أين كان هناك للطرف القوي النفوذ الكبير على والسيطرة على إرادة الطرف الضعيف، غير أنه بعد تحرر المجتمع وظهور الحركات التحررية المنادية بحقوق الإنسان وكذلك بحقوق الطبقة الضعيفة في المجتمع، إذا تم الحد من مبدأ سلطان الإرادة في العقد، يعني أصبح هناك تقييد لإرادة الأفراد سواء من حيث إنشاء العقد أو من حيث تكوينها. وعلى هذا هناك عدة أساليب لتقييد الحرية التعاقدية للأفراد، ومن بين هذه الوسائل هناك القواعد الآمرة، يعني المشرع عند اطلاعنا على مختلف النصوص القانونية نلاحظ أن المشرع عندما يريد تقييد إرادة المتعاقد يقوم باستعمال قاعدة آمرة، والقاعدة الآمرة كما عرفناها يعني لطلبة السنة الأولى، إذا القاعدة الآمرة هي تلك القاعدة التي تأمر بعدم إتيان سلوك معين أو النهي عن إتيانها، وهذه القاعدة بطبيعة الحال تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولا يجوز مخالفتها أبدا. إذا في هذا الإطار نتساءل كيف نتعرف على القواعد القانونية الآمرة؟ إذا بهذا الصدد ظهر معيارين، يعني المشرع عند اطلاع على مختلف النصوص القانونية نلاحظ أن المشرع يعتمد على معيارين لتقييد الإرادة التعاقدية للأفراد، معيار يتعلق بالعبارات والألفاظ المستعملة يسمى بالمعيار اللفظي، يعني المشرع يستعمل عبارات معينة تنهى أو تمنع الأفراد من إتيان سلوك معين، وهناك كذلك معيار يتعلق بالنظام العام، يعني لا يستند إلى الألفاظ والعبارات في النص القانوني، ولكن يعني من خلال استقراء نص المادة يفهم القارئ بأن هذه القاعدة آمرة نظرا لتعلقها بالنظام العام والآداب العامة، دون أن يستعمل المشرع لأجل ذلك عبارات تفيد أن هذه القاعدة آمرة. مثلا في القانون المدني القواعد المتعلقة بالأهلية عند استقرائنا إياها لا نلاحظ بأن هناك عبارات وألفاظ مستعملة تفيد أن هذه القاعدة آمرة، ولكن نظرا لتعلق الأهلية بالنظام العام والآداب العامة فإنه نفهم بأن هذه القاعدة آمرة. إذا هذا عن تعريف القاعدة القانونية الآمرة. إذا قلنا يتدخل المشرع لتقييد الإرادة التعاقدية للأفراد عن طريق استعمال قواعد قانونية آمرة، ولهذا الغرض يعني في كل النصوص القانونية سواء قانون المستهلك ولا قانون الأسرة ولا قانون التجارة الإلكترونية، يعني عند استقراء معظم النصوص نجد أنها آمرة، يعني استعمل المشرع سواء صيغة الأمر أو ربطها بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة. إذا ولكن نحن في هذه المداخلة قمنا باختيار بعض الأنواع من النصوص القانونية وعلى رأسها القانون المدني لاعتباره
أو باعتباره الشريعة العمل القانون. إذن عند الاطلاع على نصوص القانون المدني نلاحظ من جهة أن المشرع أحيانا يمنع التعاقد، يعني يقيد إرادة المتعاقد تقييدا تاما، وذلك يتضح من خلال تحريم القضاة أو من خلال منع القضاة والمحامين وضباط السلك القضائي إلى آخره من شراء بعض الحقوق المتنازع فيها والتي تدخل في دائرة اختصاصهم. كذلك إذا عدنا إلى القاعدة القانونية المتعلقة بالقمار والرهن نلاحظ أن المشرع حظرا تاما الأشخاص العاديين من القمار وكذلك الرهن، هذا فيما يخص منع الأفراد من التعاقد. كذلك هناك بعض القواعد تتعلق بالنظام العام، يعني المشرع الغرض منه هو الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، مثل نص المادة 107 من القانون المدني الفقرة الثالثة من القانون المدني التي يعطي فيها المشرع الحق للقاضي في تعديل العقد لإعادته إلى التوازن، يعني للقضاء على عدم التوازن بين المصالح الاقتصادية للأفراد. كذلك هناك نص المادة 110 من القانون المدني الذي يتعلق كذلك بالإذعان، يعني يتعلق بالإذعان، يعني السلطة المطلقة ولا تعسف الطرف القوي في مواجهة الطرف الضعيف في العقد. كذلك هناك نص المادة 97 من القانون المدني الذي يتعلق بالسبب في العقد، حيث نص المشرع بقاعدة آمرة بأن كل سبب يخالف النظام العام والآداب العامة يعتبر باطلا. كذلك يعني هذه بعض العينات فقط. كذلك فيما يخص الشكلية، يعني قيد المشرع الجزائري على كل حال على غرار تشريعات المقارنة قيد إرادة المتعاقدين عن طريق فرض الشكلية في بعض العقود، مثلا عقد بيع العقار فرض فيه شكلية معينة، كذلك عقد الرهن الرسمي فرض فيه شكلية معينة، كذلك الإيجار في تعديل 2007 بمقتضى القانون رقم 0705 نلاحظ أن عقد الإيجار بعدما كان رضائيا، يعني كان يتم بصورة رضائية، في الوقت الحالي فرض المشرع وألزم أن يكون ذلك العقد مكتوب. يعني هذه عينة بسيطة من القانون المدني تفيد مدى تدخل المشرع في تقييد الإرادة التعاقدية للأفراد. كذلك في قانون العمل، في القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل نلاحظ أن هناك نص قانوني يفرض ضرورة تعديل العقد، يعني يكون رب العمل والعامل قد أبرموا عقد بينهم، إذا المشرع ينص على أنه إذا وضعت من جديد نصوص قانونية جديدة أو أن هناك اتفاقات لفائدة العامل، يعني هناك أمور تفيد مصلحة العامل، فعلى رب العمل تعديل العقد لحماية مصلحة العامل لاعتباره الطرف الضعيف في العقد. كذلك في الأمر رقم 97/03 المتعلق بتحديد ساعات العمل نلاحظ المشرع كذلك بمقتضى قاعدة قانونية آمرة خفض ساعات العمل من 44 ساعة إلى 90 ساعة، وهذا دائما لحماية الطرف الضعيف في العقد. وكذلك في قانون التأمين
اشترط المشرع أن يكون عقد تأمين مكتوبا، وهذا لتكون حقوق والتزامات طرف العقد واضحة. إضافة إلى ذلك، منع قانون التأمين حظر المؤمن له، يعني منع الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على وضع اتفاق في العقد يفيد حرمان المؤمن له من التعويض، سواء في حالة العادية أو في حالة تأخره عن طلب التعويض أو الإعلان عن الحادث لدى السلطات المختصة. وكذلك الأمر في قوانين الضبط مثل المنافسة نجدها كذلك مليئة بالقواعد القانونية الآمرة التي تفيد كبح إرادة المتعاقدين في إبرام العقد. ومثال ذلك، دقيقة من وقتك، بقي دقيقة سيدتي الرئيسة، فقط الختيمة، معلش ختيمة أستاذة واتية أصرت على يعني انتهاء الوقت، ونحترم رأيها بطبيعة الحال. إذا الملاحظ من كل هذا أن المشرع قيد الحرية التعاقدية للأفراد، غير أنه العقد ما زال باقيا رغم كبح الإرادة، حيث أن هذه الإرادة تم كبحها نسبيا فقط وليس بصورة مطلقة. وعلى هذا نخرج بتوصية إلى المشرع الجزائري بضرورة الموازنة بين مبدأ سلطان القانون الذي يفرضه عن طريق قواعد آمرة، وبين سلطان الإرادة الذي يقوم عليه العقد في نظرية العقد، لأن الإغلاء أو الغلو أو الإفراط في استعمال مبدأ سيادة القانون يؤدي إلى انتشار الفوضى في المجتمع. ونكتفي بهذا القدر، نحيل الكلمة إلى السيدة الرئيسة، شكرا جزيلا.